انطلقت بالعاصمة الكونغولية الاثنين أشغال الدورة العاشرة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بمشاركة الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي ممثلا للرئيس عبد المجيد تبونة. وتبحث قمة برازافيل مستجدات الوضع في ليبيا وجهود تقريب وجهات النظر وسبل بناء توافقات بين الفرقاء الليبيين لتحقيق مصالحة شاملة تسمح بتجاوز حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد بهدف تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الأجال. وتترجم قمة برازافيل الجهود الإفريقية الحثيثة لبلورة حلول إفريقية لمشاكل القارة بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي تفاقم الأزمات، وبما يضمن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وهو ما ترافع لأجله الجزائر في مختلف المنابر الإقليمية والدولية. جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف الجزائر الداعي إلى إنهاء كافة أشكال الوجود العسكري من ليبيا وسحب المرتزقة من البلاد مهما تغيرت تسمياتهم وفق تعبيره. الرئيس تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي خلال أشغال الدورة العاشرة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بالكونغو، دعا كل الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي إلى الالتفاف حول هذا المسار البناء واحترام سيادة ليبيا، مؤكدا أن الحل النهائي لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس السيادة الوطنية ويتولى من خلاله الليبيون زمام أمورهم. الرغبة الصادقة متوفرة لدى جميع الفرقاء الليبيين للعمل سويا من أجل تغليب مصلحة الوطن وتوحيد الجهود للاستفادة من الدعم الإفريقي والدولي في سبيل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وتجسيد مسارات المصالحة الوطنية. وفي هذا المقام أجدد الدعوة لكل الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي من أجل الالتفاف حول هذا المسار البناء والالتزام باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، ذلك أن أي حل نهائي للأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى فيه الأشقاء الليبيين زمام أمورهم ويحفظ حقهم الأصيل في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم الاستقرار والتنمية والازدهار.